في لقائتنا الحية من هذا المعرض الإعلامي الرائع. يسعدني في هذه اللحظات أن يكون معي الأستاذ عبد الله المبارك مدير عام قناة الدانة. قبل أن أسألك عن مشاركتكم في هالمعرض، خليني أسألك كيف شاهدت المعرض، كيف شاهدت حضور الفنانين الإعلاميين هذا المساء؟ والله أول شيء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المعرض السنة هذه اختلف عن العام الماضي، طبعا يمكن الحجم صغير اصغر من المعرض العام الماضي، لكن في حضور فنانين ومن دول الخليج، وهذا يعني زاد المعرض شوي بهجه، وفي يعني نوع من الحركه في على مستوى المعرض. العارضين اقل من العام الماضي وهذه مشكله، يعني احنا نتمنى انه جميع القنوات السعوديه وجميع الشركات السعوديه وجميع الموجودين في او لهم باع في الاعلام انهم يكونوا متواجدين. يعني الحقيقه احنا يعني شيء يعني نتكلم عنه بصراحه، التلفزيون السعودي غير موجود. التلفزيون السعودي عنده 10 قنوات ما هو موجود في المعرض الاعلامي، اذا من يرعى هذا الصرح؟ عموما احنا كلنا قنوات سعوديه، كلنا نعتبر نفسنا داعمين للاعلام السعودي بجميع المقاييس. الحمد لله، يعني ان شاء الله ان الله يوفق السنه هذه يكون افضل من العام الماضي. العام جيد، السنة هذه أجود، وجود الحضور المتميز السنة هذه زاد من نوعية الحضور. أستاذ عبد الله خليني أسألك، أنتم من مشاركتكم في هالمعرض ماذا تبحثون؟ عن ماذا تبحثون؟ والله شوف، أي قناة إعلامية تبحث عن الانتشار، تبحث عن التواجد، اسمها موجود. احنا اليوم أطلقنا قناة جديدة، قناة الدانة الثانية. الدانة الثانية وجودنا احنا كراعي ماسي للحفل والمهرجان، الهدف منه انه نوري او نطلع العالم او الاعلامي او الناس اللي عايشه في الاعلام انه والله احنا موجودين. قناه تتطور، قناه بدات القناه الثانيه من قاعده قويه، فهذا السبب انه لابد، وشيء واجب علينا لازم تواجد. احنا احد روافد الاعلام السعودي، لازم نكون موجودين في مثل هذه الملتقيات الاعلاميه. جميل، خليني اطوي ملف المعرض وافتح ملف قناه الدانه. يعني الكل يتحدث عن جديد قناه الدانه، يعني قناه ظهرت في الفتره الاخيره ببرامج قويه، بمذيعين اقوياء، يعني اصبح الكثير يتحدث عنهم. اليوم اطلقتم القناه الثانيه. خليني اسالك ماذا عن المستقبل؟ ماذا سيكون في القناه الثانيه؟ والله اول شيء اليوم اطلقنا حاجتين، القناه الثانيه والهويه الجديده لقناه الدانه. الشعار تغير. الهوية طبعا بالنسبة لقناة الدانة الأولى الأساسية، قناة لا زالت على هويتها، الهوية الاجتماعية، برامجها الاجتماعية. نعم، برامج قناة الدانة الأولى برامج أساسية وكل الناس يعني أو المشاهدين شافوها. أما بالنسبة فيما يخص قناة الدانة الثانية، فيه قناة طبعا احنا يمكن بداية قناة الدانة من 5 سنوات كانت في لها توجه شويه اجتماعي، شعبي، وبعدين تحولنا الى اتجاه اجتماعي. علينا طلب وتساؤل وسؤال على هذا ما يخص هذا الموضوع. يعني اصبحوا الناس يسالوننا وش عندكم؟ ليش ما تطلعون؟ ليش ما تشاركون؟ احنا نبغى نشارك في قناه الدانه فيما يخص الاشياء الشعبيه. احنا تفردنا او طلع او اظهرنا او يعني طلعنا قناه الدانه 2 لسبب اساسي، انه لنا رغبه انه نظهر المجال الشعبي التراثي بطريقه مختلفه، على ان تكون ثقافي وثائقي ما يخص المملكه العربيه السعوديه. احنا نبغى نطلع بحاجه يعني مغايره الموجوده على الساحه الاعلاميه. توجهنا مختلف، دخلنا مع شركات قويه، يعني شركه ويتس الان هي الراعي او المطور لقناه الدانه، لهم توجهات، احنا نتبع التوجهات الاعلاميه اللي يشوفونها هم صح، احنا مع التوجهات اللي تساعد على انتشار قناه الدانه، وليس انتشار ثقافتنا احنا كسعوديين. يعني احنا قناه الدانه الثانيه تهتم بالاشياء التراثيه، عفوا الدوكيومنتري على المملكه، الوثائقي على الملك عبد العزيز، عن تطور المملكه، عن اشياء دوكيومنتري تهم المملكه، تهم اي مواطن جيل جديد يحتاج الى ان يعرف وش كانوا عليه الماضي، نبني قاعده قويه. بالاضافه الى النقاشات الاجتماعيه التي تحدث في برامج. والله طبعا هذه موجوده وهذه حاجه اساسيه، يعني الاشياء الثقافيه، الاشياء الاجتماعيه لابد تكون موجوده، لانه انت جزء من المجتمع، ما تقدر تغفل الموضوع هذا. احنا نبني اساسي فيما يخص هذا الموضوع، وبعدها نتجه الى اتجاه اخر وهو اتجاه يعني اشياء تهم الفرد كامل. يعني بغض النظر عن من هو اللي يحمل الفكر، لكن الاساس
احنا نبغى نظهر شيء غير موجود في الساحه الاعلاميه، يعني لا من ناحيه الاشياء الوثائقيه حتى على مستوى اشياء اخرى موجوده في الساحه مهمله او ما نقول مهمله نقول مغفله. الخيل احنا عندنا القناه التوجه برنامج حيكون عن ملاك الخيل. جميل، دامك تحدثت عن ملاك الخيل، هناك حديث يدور انه قناه الدانه ممكن يكون لها نشاط رياضي، برامج رياضيه، ماذا عن هذا التوجه؟ والله التوجه موجود، واحنا سبق ان كان في احد المقدمين البرامج القويين على الساحه ما غير ذكر اسماء كان لنا نقاشات معه، وعلى اساس انه ظهور برنامج قوي جدا على الدانه، لكن احد القنوات الاكبر منا الحقيقه اتفقت معه، واحنا نقول نتمنى له التوفيق واحنا جاهزين اذا بحتاج مساعده، لكن نعم احنا لنا توجه رياضي وحيكون في القريب العاجل حيكون لنا توجه رياضي على قناه الدانه الاولى. قناه الدانه الثانيه حيكون رياضي مثل ما قلت لك على الخيل، على مهرجانات الهجن وهي سباقات الهجن، سباقات الهجن من ايام يعني توحيد المملكه والهجن لها مكانه، لكن مهمله او مغفله بطريقه معينه، احنا برامج تركيز اعلامي عليها، تركيز اعلامي عليها، سباقاتها، ملاك الهجن، ملاك الخيل، احنا عندنا برنامج اسمه فرسام الجزيره وحينطلق ان شاء الله، فرسام الجزيره برنامج يعني حظي او قدرنا يعني نتوجه فيه الى توجه تصوير مع صحاب السمو الملكي أمراء، منهم صاحب السمو الملكي سيدي الأمير سلطان يرحمه الله، يعني فهذا أحد الأشياء اللي إحنا نتمنى إنه نقدمها للجمهور. هذا ما يخص ملاك الخيل، ملاك الصقور، ملاك الصقور الصيد لنا الآن أحد الإخوان هنا من أمريكا على أساس أنه برامج عن الصيد في الخارج، اللي صيد الغزلان، صيد التركي، صيد الأشياء اللي يعني تهم المواطن، الناس عندنا كلنا يحبون الصيد، فهذا له السبب أنه يكون. إذا نتمنى لكم التوفيق حقيقة، ما شاء الله تبارك الله عليك، عندكم في قناة الدانة توجهات ومجالات كثيرة، أتمنى لكم التوفيق، لكن أعذرني أبو متعب أبي منك تصريح أنه جتني رسائل كثيرة على الجوال أني أنا صرت مذيع معكم، هل أنا إلى الحين مذيع أو لا؟ أبيك تصرح لهم. والله طال عمرك احنا انت مذيع واخ وعزيز وصاحب محل، يعني انت دخلوا على الداخل واحنا طالعين، طال عمرك الله يعطيك العافيه، الله يبارك فيك، شكرا طال عمرك، شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الكرام بهذا اللقاء مع الاستاذ عبد الله مبارك مدير عام قناه الدانه نصل الى نهايه هذا اللقاء، صرح لكم انا ماني مذيع مع قناه الدانه، انا من ضمن المنظمين في هذا المعرض، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وصلنا الى نهايه هذه التغطيه، متواصلين معكم إن شاء الله في أيام هذا المعرض. أذكر بأن غدا هناك أمسية شعرية من ضمن الفعاليات الموجودة في هذا المعرض للشاعر الأمير خالد بن سعود الكبير، بالإضافة إلى ورش العمل، ورشة عمل يقدمها الأستاذ خلف ملفي عن الرياضة السعودية والإعلام الجديد، الورشة الأخرى عن الإنتاج التلفزيوني في المملكة العربية السعودية يقدمها الأستاذ فادي سعوي، الورشة الأخرى عن الدراما السعودية يقدمها الفنان الكبير حسن عسيري. تقبلوا تحيات محدثكم سعد المسعود وكل الزملاء المتواجدين في هذا المعرض، ألقاكم بمشيئة الله ممكن في لقاءات قادمة في مؤتمرات قادمة إن شاء الله. شكرا لكم لمتابعي قناة الدانة، إلى اللقاء.